اهلا بحضراتكم. واجهتنا دلوقتي مع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره، واللي هناقشه فيه ملفات كثيره، منها ايه كواليس وتفاصيل البرنامج القومي اللي بيستهدف القرى الاكثر احتياجا بالصعيد، ويا ترى ايه الاستفاده اللي ستعود على اهالينا في هذه القرى، وكمان ايه حصاد حملات ازاله التعديات على املاك الدوله، وإيه اللي تم في المبادرة الخاصة بطلاء وجهات المباني ونتائج مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوى المواطنين. اسمحوا لي أرحب بالدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وأشكره على تلبية الدعوة ووجوده معنا النهاردة. أشكرك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة ريهام، وأهلا وسهلا بأهلنا في محافظات مصر. واسمحي لي قبل ما ابتدي انقل لحضرتك والاهلنا في محافظات مصر تحديات السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه. تحياتنا طبعا كلنا ليه، وربنا يعينكم ان شاء الله. طيب انا عايز ابدا بالبرنامج القومي للقرى الاكثر احتياجا. الاول ايه هي القرى الاكثر احتياجا وازاي بيتم تحديدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اقول لحضرتك انه احنا في مصر عندنا 30,888 قرية ونكة. القرى المصرية الأكثر احتياجا هي القرى اللي بتبقى فقيرة في الخدمات الأساسية، بعض الخدمات التعليمية، بعض الخدمات الصحية، بعض الخدمات الخاصة بالمية والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الخاصة بالإنارة. وبالتالي احنا الزملاء في ديوان عام الوزارة نزلوا المحافظات المصرية كمجموعات عمل وحصروا المستوى الخدمات اللي موجود في كل المحافظات، وبالتالي خرجنا بمجموعة من القرى اللي تعتبر أكثر احتياجاً من غيرها من القرى، وإن كان الجميع بيحتاج خدمات، لكن كان المستهدف في المجموعة الأخيرة من القرى الأكثر احتياجا وبخاصة في صعيد مصر التركيز كان على خمس محافظات القرى فيها محتاجة مجموعة من الخدمات اللي مفروض من خلال هذه الخدمات يتم تحسين أحوال المعيشية للمواطن المصري اللي موجود في القرية دي بشكل تكاملي. وبالتالي حصل ده بالتنسيق مع وزارة التخطيط من خلال مجموعات العمل دي، وحصرنا القرى دي في 496 قرية على مستوى. حصرناها ازاي وحددناها ازاي؟ من خلال النزول على أرض الواقع من خلال فرق عمل الوزارة مع وزارة التخطيط، ده تم بالفعل، وبناء على كده حصرنا القرى دي. خليني أقول لحضرتك إن احنا على سبيل المثال إن احنا عندنا محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف وأسوان، واستهدفنا ان احنا نحسن الاحوال المعيشية للمواطنين دول ونتصدى لمشكلة الفقر من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية للمواطنين دول. الخدمات اللي الناس محتاجها هناك كانت بتتمثل في خدمات تعليمية وخدمات صحية، كهرباء، إنارة، رصف طرق، مشروعات تحسين البيئة، وبعض المشروعات الخاصة بتحسين خدمات الري ومياه الشرب والصرف الصحي وخدمات الدفاع المدني والحريق. طيب ال 496 قرية دول كانوا متوزعين في الخمس محافظات دول. الخمس محافظات اللي هم ايه؟ اللي هم سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، أسوان. التوزيعة دي ال 496 قرية موزعين منها 201 قرية في محافظة سوهاج، و116 قرية موجودين في محافظة أسيوط، و111 قرية موجودين في المنيا، و45 قرية في بني سويف، و23 قرية في أسوان. طبعا قسمنا ده على مراحل. المرحلة الأولى ابتدت في مارس الماضي وهتنتهي إن شاء الله في 30/6 القادم. يعني بدأنا التنفيذ فعلا بالفعل على يا فندم، بدأنا التنفيذ على أرض الواقع في عدد 128 قرية من في الخمس من 496 في الخمس محافظات. وكمان التوزيعة بتاعت ال 128 قرية دول كان 30 قرية في سوهاج،
و24 قرية أسيوط و37 قرية في المنيا و33 قرية في بني سويف وأربع قرى في أسوان. وتم رصد بالفعل بالتنسيق مع وزارة التخطيط 1,220,000,000 لهذا الغرض علشان نرفع مستوى الخدمات اللي موجودة في المحافظات دي. طيب في إطار هذا البرنامج شكل التنسيق إيه يا فندم ما بينكم ما بين الوزارة وما بين المحافظات اللي بتعملوا فيها اللي هي الخمس محافظات حاليا في الصعيد؟ هو حضرتك التنسيق على الأرض مع المحافظات من خلال فرق العمل اللي موجودة في المحافظات دي بتشتغل على التوازي مع مجموعات العمل اللي عندنا اللي بتنزل معهم. طبعا ده بيتم من خلال لو احنا بنتكلم على تنفيذ مشروعات صرف صحي فده بننسق مع الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتالي بنتكلم على لو في خدمات خاصة بالبنية التحتية الصناعية يبقى بننسق مع هيئة التنمية الصناعية. وبالتالي عشان كده قلت لحضرتك هو التنسيق ابتديناه مع وزارة التخطيط على اعتبار ان احنا نرفع كفاءة الطرق اللي موجودة. فيما يتعلق بالطرق المحلية احنا في التنمية المحلية مسؤولين عن رصف الطرق المحلية، مسؤولين عن الإنارة اللي موجودة على مستوى المحليات على مستوى القرى دي على مستوى النجوع دي، وبالتالي احنا في الآخر هنخرج بأن الأحوال المعيشية بتاع المواطن المصري اللي موجود في القرى دي هتتحسن، وهو ده الهدف ان احنا نحقق تنمية حقيقية على الارض للمواطن المصري في القرى المصرية دي. من خلال تواجد حضرتك يا دكتور خالد في موقع المسؤولية، نعم، تقدر تقول لنا ايه وتقول للسادة المشاهدين ايه عن مدى اهتمام الدولة المصرية بالصعيد محافظات الصعيد واهلنا في الصعيد واقامة مشروعات تنموية فيها زي ما حضرتك بتقول لنا كده وبتوصف لنا دلوقتي؟ خليني اقول لحضرتك على برنامج نجاح معالي الوزير اللواء محمود شعراوي بيقوده بنفسه مع زملائنا في برنامج تنمية صعيد مصر. خلينا نقول على الأرض احنا نسقنا مع وزارة التخطيط ووزارة الصناعة مع محافظتي قنا وسوهاج على الأرض من خلال في ببرنامج تنمية صعيد مصر بدءا بالمحافظتين دول اللي احنا قلنا الأكثر احتياجا. قصة النجاح اللي الحمد لله في المرحلة الأولى والثانية وصلنا ليها بإقامة مناطق بنية تحتية لإقامة مناطق صناعية واختيار مشروعات تهم المواطن على أرض محافظة قنا والمواطن على أرض محافظة سوهاج. الخدمات حتى اللي بتقدم من خلال مواطني المحافظتين. المشروعات اللي تم اختيارها في المنطقتين في التسع مناطق اللي موجودة في محافظة قنا والست مناطق صناعية إن شاء الله اللي موجودة في محافظة سوهاج، المشروعات دي اللي تهم المواطن على الأرض المحافظة دي. لما تيجي حضرتك نختار المشروعات ونختار تدريب الناس القائمين على تنفيذ المشروعات دي من أهل المحافظتين مش من بره المحافظتين، عدد فرص العمل اللي تم تحقيقها، خليني أقول لحضرتك إن إحنا تم بالفعل توفير 40,000 فرصة عمل حقيقية لأهلنا في سوهاج. ده حاصل خلاص، خلاص يا فندم. أنا بكلمك في واقع. واستلموا يا فندم؟ يا فندم استلموا. هي. عندنا قاعدة معلومات عليها أسماء الناس دي وعليها تليفونات الناس دي والوظائف اللي هم شغلوها واتدربوا عليها نتيجة لوجود برنامج تنمية صعيد مصر على أرض المحافظة. خليني أقول لحضرتك في محافظة هنا تم توفير 34,000 فرصة عمل حقيقية. الفرص العمل دي يا فندم مستدامة مش فرص عمل مؤقتة، يعني هيبقى شهر ست شهور سنة، لا دي فرص عمل مستدامة لأنها ارتبطت بمشروعات حقيقية على أرض المحافظتين. الناس دي بيتم تدريبها وبيتم تأهيلها. تعالي كمان حضرتك على نوعية الخدمات أو المراكز. احنا بنعمل مراكز تكنولوجية إن شاء الله بنستهدف 22 مركز تكنولوجي على أرض المحافظتين، مراكز خدمات تقدم إيه المركز التكنولوجي ده وإيه أهميته. احنا بنحاول نقلل فترة إنجاز مثلا حاجة زي رخصة البناء، اتعمل دليل استرشادي
للموظف اللي موجود في المركز التكنولوجي اللي هيقوم بتقديم خدمة تراخيص البناء للمواطنين، واتعمل على نفس، وده يا فندم حقيقة موجودة على ويب سايت المحافظتين، محافظة إنا ومحافظة سوهاج، واتعمل دليل استرشادي للمواطن علشان تستخرج رخصة البناء دي مفروض تعمل ايه؟ ايه الاجراءات اللي مفروض حضرتك تقوم بيها، وايه البيانات اللي مفروض حضرتك توفرها؟ موجود هذا الدليل الاسترشادي. طبعا الكلام ده بيقلل فترة الحصول على هذه الرخصة إلى 15 يوم. طبعا بيتم تدريب الموظفين في المراكز دي، بيتم إحنا هنا بنقلل الاحتكاك بين المواطن والمسؤول اللي موجود في الوحدة المحلية، بحيث إن هو الخدمات تتم بشكل تدريجي تبقى إلكترونية. هايل. اسمح لي دكتور خالد، احنا هنروح لفاصل. اتكلمنا دلوقتي طبعا عن المشروع القومي لتنمية المحافظات او القرى الاكثر احتياجا في محافظات الصعيد. هنروح لفاصل ونرجع نتكلم عن باقي الملفات طبعا اللي موجودة مع حضرتك، وعايزين نتكلم عن حملات الازالة يعني بعد هذا الفاصل، لانه ملف ايضا مهم. نتكلم عن صندوق التنمية المحلية ايضا التابع للوزارة، وعن باقي المبادرات اللي بتقوموا بيها. اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع دكتور خالد قاسم. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حوارنا مع الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. مساء الخير مره ثانيه، وشكرا لوجودك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا. طيب، عايزه اروح لصندوق التنميه المحليه التابع للوزاره. ايه هو الصندوق ده؟ طبيعه عمله ايه؟ وايه المشروعات اللي بيقوم بيها؟ صندوق التنميه المحليه من احد روافد تمويل المشروعات اللي بتقوم بيها التنمية المحلية، هو وبرنامج مشروعك. صندوق التنمية المحلية أحد في السنة الأخيرة وبصورة أكثر تحديدا من 1/7/18 حتى النهاردة محقق نجاحات ورجع بقوة. فريق العمل بقيادة سيادة اللي هو محمود شعراوي أيمين على أن إحنا بنصل إلى كل الوحدات المحلية زي ما قلت في 30,888 قرية ونجح، وبالتالي بيستفيد من هذا الصندوق كل أهلنا في القرى والنجوع. الصندوق محقق لغاية دلوقتي 2900 مشروع، مغطي لغاية دلوقتي 26 مليون وتقريبا وستة من عشرة من مجمل أعماله. هو مفروض الفند اللي بيجي للصندوق، الموارد المالية اللي بتجيله سنويا 15 مليون، احنا 15 خلصناه وطلبنا 7 وخلصناهم، وجاري ان احنا طالبين كمان 5 مليون، وده تعتبر قروض دوارة. نصيب المرأة المصرية من التمويل تجاوز 65% وسبعة المرأة المعيلة بالفعل يا فندم، وبالتالي حتى السن المفتوح بالنسبة للمرأة 60، بالنسبة للشباب والرجل حتى سن 55. فعلا احنا آملين في الصندوق والنجاحات اللي بيحققها من خلال فرق العمل من زمايلنا اللي موجودين في ديوان عام الوزارة واللي موجودين على أرض الوحدات المحلية. هايل. وصلتوا لفين أو دور التنمية المحلية في تحديدا طلاء واجهات المباني؟ وصلنا لحد فين؟ إيه اللي حققته الوزارة؟ إحنا شغالين دلوقتي زي ما حضرتك تعلمي وأشرنا قبل كده إن إحنا مجلس المحافظين من آخر أسبوعين كان بالفعل أقر إنه بعد الدراسات اللي اتعملت وبعد الاجتماعات اللي اتعملت على مدى 3 اجتماعات مطولة لدينا، حضرها المركز البناء وحضرها الاتحاد العاملين في مجالات البناء وكمان حضرها المجتمع المدني والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكل الفئات المعنية، تم تشكيل لجان فرعية في المحافظات، والمحافظات أخذت تكليف في مجلس المحافظين الماضي إنه هم يشتغلوا على الطرق الرئيسة والمحاور الرئيسة، ثم بعد ذلك ينطلقوا إلى الأحياء وبترفع تقارير دورية لإنجاز هذا الأمر. طيب، أنا سريعا لأن وقتنا بينتهي، عايز أتكلم عن مبادرة صوتك مسموع اللي أطلقتها الوزارة نهاية أكتوبر الماضي. المفترض أن هي بتستمع طبعا ده تحت رعاية مجلس الوزراء، وبتستمع فيها لشكاوى المواطنين. قول لي بتتواصلوا إزاي مع هذه الشكاوى وبتتعاملوا معها إزاي دكتور؟ إحنا وصلنا لغاية دلوقتي إلى
الرسائل اللي وصلت لنا تفوق ال 43 ألف رسالة، منهم 11 ألف كانوا عبارة عن شكاوى، تم حل 95.6% من إجمالي هذه الشكاوى. الشكاوى كانت يعني زي ما حضرتك تعلمي أن المبادرة قائمة على أن تنمية محلية تتفاعل وتشرك المواطن المصري في إدارة الشأن التنمية المحلية، وفي نفس الوقت المحور الثاني اللي احنا بنركز عليه الاستماع لشكوى المواطن المصري. الشكاوى اللي كانت بتجيلنا كانت في مجال القمامة، كانت في مجال إزالة الإشغالات، كانت في مجال التعديات، كانت في مجال مكافحة الفساد. طبعا القمامة كانت تمثل حوالي 45.6% من الشكاوى، اتحل منها ما يفوق 90% من الشكاوى، وبنوافي المواطنين بنتائج هذا الحل، بيبعت لنا الصورة احنا بنرد عليه برضو بالصورة أو بالفيديو. في نفس الوقت يا فندم احنا آليات التواصل معانا عندنا رقم الواتساب اللي هو 011 50 60 67 83، ومعانا الرقم الساخن 15330، ومعانا على الفيسبوك صفحة صوتك مسموع، بالإضافة إلى إيميل الوزارة info@mld.gov.eg. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا دكتور. شكرا. قولي بالنسبة لرمضان استعداداتكم إيه سريعا؟ إحنا بالنسبة لرمضان تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال بروتوكول وقع من شهر، وبالتنسيق مع المحافظات حددنا المنافذ الرئيسة ومنافذ الفرعية والأماكن اللي هيقام فيها شوادر، بالإضافة إلى ذلك العربيات المتنقلة اللي هتجوب القرى بحيث نضمن ان المعروض السلعي يكون وافي وكافي ان شاء الله، ان شاء الله، علشان الاسعار تكون معقوله في متناول المواطنين. شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه المتحدث باسم الوزاره، شرفتنا ونورتنا. اشكركم واشوفكم في مواجهه جديده، الى اللقاء.